لو بتحس بألم لما تيجي تشرب أو تاكل حاجة سخنة أو ساقعة والألم ده بيستمر معاك لفترة قصيرة جدا وبعد كده يختفي، أو لو بتحس بألم شديد قوي والألم ده مستمر ومش بتعرف تنام منه طول الليل، ففي فيديو النهاردة هنعرف ازاي نتجنب الألم ده وازاي نعالج كل نوع منه، ونعرف انهي نوع بالظبط محتاج حشو عادي وانهي نوع محتاج حشو عصب. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى. ألم العصب ده مشكلة كبيرة بيشتكي منها ناس كتيرة قوي، فقبل ما ندخل في ازاي نعالج العصب ده، اول حاجة هنتكلم شوية عن العصب ده بيبقى شكله عامل ازاي وازاي الالتهاب ده بيحصل. اول حاجة، العصب ده بيبقى عبارة عن تجمعات دموية موجودة جوه القنوات اللي بتبقى موجودة في السنة، والعصب ده مسؤول عن ان هو يغذي السنة، ومسؤول كمان عن ان هو يوصل احساس للعقل انه لو انت مثلا بتشرب حاجة ساقعة او سخنة او عضيت على حاجة ناشفة وفي تسوس مثلا وصل للعصب، هو بيشتغل كمنبه ان هو يحسسك بالألم عشان يقولك ان هنا في مشكلة ولازم تروح للدكتور. طيب نيجي بقى لالتهاب العصب، ازاي الالتهاب ده بيحصل؟ اول حاجة ان انت سنتك بتبتدي تسوس نتيجة ان انت مثلا ما بقتش تغسل اسنانك لفترة طويلة، فالبكتيريا بتبتدي تتجمع على السنة وتبتدي تاكل فيها، واول طبقة بتتعرض للتسوس هي طبقة المينا. اثناء ما بيكون التسوس في الطبقة دي انت مش بتحس باي الم ولا اي اعراض خالص، وعلاج التسوس في المرحلة دي بيبقى بسيط جدا، هو انت بتروح للدكتور بيشيلك التسوس ويحط لك حشوة عادية خالص. طيب لو انت ما رحتش للدكتور واهملت مثلا، فالتسوس ده بيبتدي ينتشر اكتر واكتر لحد ما يوصل للطبقة التانية من الاسنان وهي طبقة العاج، وهنا اول ما التسوس يبتدي يوصل للطبقة دي انت بتبتدي تحس بألم مع السائع والسخن. الألم ده بيبقى لحظي، يعني الفترة قصيرة قوي، وبعدين يختفي لما بتوقف شرب او توقف الحاجة اللي بتسبب الألم. ناس ممكن تسأل هو ليه الألم بيختفي يا دكتور؟ الألم بيختفي لانه الالتهاب او البكتيريا دي لسه ما وصلتش للعصب، بمجرد ان هي توصل للعصب خلاص هتبتدي انت تحس بألم مش تقدر تستحمله. طيب علاجه ايه بقى؟ علاجه ان انت برضو بتشيل التسوس اللي موجود في طبقة المينا او طبقة العاج وتحط حشوة عادية خالص، ممكن تكون الحشوة دي كومبوزيت اللي هي حشوة الليزر او حشوة اللي هي الفضية اللي هي الامالجا. طيب لو انت ما رحتش للدكتور وعالج لك التسوس دون، فالتسوس دون هيبتدي ينتشر اكتر واكتر واكتر لحد ما يوصل للعصب، وساعتها لما يوصل للعصب هيسبب لك التهاب في العصب، وساعتها انت مش تقدر تستحمل الالم دون ومش تعرف تنام منه طول الليل، لانه خلاص البكتيريا وصلت للعصب. وفي الوقت دون انت بتبتدي تاخد مسكنات ليوم او اتنين، وبعد كده تبتدي تروح لدكتور الاسنان يعمل لك حشو عصب. في بقى نوع من العيانين بيفضلوا مستمرين على المسكنات وهم كده بيبقوا مفكرين انه خلاص كده العصب اتعالج. لا، المسكنات مش بتعالج الالتهاب بتاع العصب، المسكنات بس فايدتها ان هي بتقلل الالم بس العصب مش بتعالجه. وللأسف كمان المسكنات دي بتأثر على الكلى، وكتر استخدامها على معدة فاضية ممكن بيسبب لك قرح في المعدة. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة، هو علاج العصب. ازاي بيتم علاج العصب دول؟ اول حاجة انا ببتدي اشيل التسوس الموجود في طبقة المينا والعاج، وبعد كده ادخل لحد ما اوصل للعصب واشيله. بشيل العصب ده بحاجة اسمها فايلز، الفايلز دي عبارة عن ابر كده بدخلها جوه الروت او جوه الجدر بتاع السنة جوه القنوات يعني، وبعد كده ابتدي اشيل العصب. وبعد كده بعمل حاجة اسمها الريجيشن. الريجيشن دون هو ان انا بستخدم مادة زي مثلا الكلور بحقنها جوه القنوات دي عشان تموت البكتيريا، وكمان بتعمل حاجة زي بتعقم القنوات كده من البكتيريا اللي موجودة فيها. وبعد كده بحط الحشوة جوه القناة واعمل اشعة عشان اتأكد انها مظبوطة، وبعد كده احط السيلر اللي هو اللزق اللي هيلزق الحشوة، واحط الحشوة جوه القناة بالشكل ده. وبعد كده بقص الحشوة دي من فوق واركب حاجة اسمها دعامة وطربوش. هل الدعامة والطربوش دول مهمين ولا لا؟ وليه بنركب الدعامة والطربوش؟ ده اللي هنعرفه في فيديو جاي ان شاء الله، استنونا. الاهم بقى من كل القصة اللي احنا قلناها دي هو انه عشان ما تدخلش في القصة دي كلها، تعال على نفسك شوية واغسل اسنانك كل يوم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى يكون الموضوع عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير عشان كل الناس تشوف الفيديو. اتمنى لكم صحة كويسة. سلام.